صوص الفول السوداني، عندي هويزن صوص، ده برضو من انواع الصوصات زي الاويستر وزي الفيش صوص وكده، وعندي زبدة الفول السوداني وصويا صوص، هحطهم هنا مع بعض او ممكن على النار يعني زي ما تحبوا، مش هنختلف يعني كله بيأدي نفس الغرض. صويا صوص، هويزن صوص، زبدة الفول السوداني، وابتدي. لو عندي مايكرويف كنت ممكن احط الزبدة الفول السوداني دي في المايكرويف مثلا 20 ثانية 30 ثانية عشان ما تزهقنيش وانا بخلطها مع بقية المكونات.